ازيك يا مصر؟ ده كابتن كريم، مبسوط ان انا مع حضرتك. والله انت عارف ان اخبارك انا ايه؟ تمام، كله تمام؟ بس مش قديم قوي، اتكبرت 2007 وبرضه يعني ايه، كنت صغير لسه وخلص جامعه طيب حلو يعني. لا لو كان انت في الشغلانه من من كام؟ زمان. 16 سنه تقريبا. صح؟ طيب يعني يعتبر راجل خبره في الحمد لله. ده، دي حاجه حلوه. مش انا مش بكبرك في السن. لا يا حلو طبعا. طيب انا اول مره اعرف دلوقتي قبل ما نطلع، بقول لك اسمك ايه بالكامل؟ قلت لي حاجه تانية غير المصري خالص. ما فيش المصري في العيله خالص خالص. احمد انا زكريا. اسمي احمد زكريا حسين. احمد زكريا حسين، امال جت منين المصري بقى؟ المصري ده كابتن مدحت، كابتن مدحت شلبي. في اول مودرن، اول ما مودرن سبورت طلعت. ف انا كنت شغال قبل ما اشتغل في الاعلام، كنت شغال في السياحه، فكانوا اجانب بيقولوا لي يا ايجيبشن يا ايجيبشن، فصحابي اللي في الشغل يقولوا يا مصري يا مصري. جت معاك المصري. فكابتن مدحت بيقول لي اسمك، قلت له احمد زكريا المصري، قال لي خليها احمد المصري، ايوه ولزقت. مش لكن انت اسمع، احمد زكريا حسين. احمد زكريا حسين. طب قول لي، دخلت، انت قلت لي بدات بالسياحه، دخلت في الاعلام الرياضي ازاي؟ هي دخلت في الاول، يمكن انا يمكن بدات شويه في اي ار تي، كان استاذ وائل عيسوي واستاذه هديل بنت شيخ صالح، كنت قابلتهم في مكان في حفله وقلت لهم ان انا حابب ان انا اشتغل في المجال ده، وفعلا رحت قعدت فتره في اي ار تي تدريب. في السنه دي لو تفتكر كابتن كريم، كانوا نقلوا الاستوديوهات من القاهره لعمان، في الاستوديوهات الاردن. الرياضيه في عمان الاردن. في الاردن. فقعدت شويه، فقالوا لي طب ايه، احنا بنفتح قناه الاهلي، استاذ هاني يشار، وروح الاهلي. قعدت بقى الاهلي بس تجربه، هيبداوا الشهر الجاي، يبداوا الشهر الجاي. قابلت كابتن مدحت شلبي بالصدفه في اتحاد الكوره، فقلت له انا فلان الفلاني وبتاع، فكابتن مدحت ليه نظره كده قال لي انت شكلك كويس، راح مديني كارت وقال لي روح قناه اسمها مودرن، هتبدا بس تجربه. كان لسه مودرن سبورت كانت بقى، لسه هتطلع بقى. هتطلع ما طلعتش. قال لي روح هتقابل استاذ وليد حسني، كان رئيس القناه. كابتن استاذ وليد. رحت قعدت 7 ساعات مش عارف اكلم حد، لقيت واحد معدي بيقول لي انت قاعد ليه؟ انت قاعد من بدري. قلت له انا المفروض جاي. قال لي يا ابني طب ما قلتش ليه؟ بعد يعني رايح الساعه 3، دخلت الساعه 8، استاذ وليد عملوا لي تيست والدنيا مشيت. الحمد لله. البدايه الحمد لله. مش كان اول لقاء ليك بقى تفتكره كان عامل ازاي ومع مين؟ اول لقاء انا فاكره كان ظروفه صعبه. كان لو تفتكر كانت في سنه من السنوات الانديه رفضت تنقل المباريات، فكان الاهلي بيلعب الشرطه في استاد المقاولين تنقل ماتشات تلفزيون. التلفزيون. فكان الاهلي بيلعب الشرطه في استاد الجبل الاخضر، وكان ممنوع دخول اي كاميرات، فكابتن ما كانش متذاع يعني، متذاع خالص، وكان الاستاد مقفول، متقفل تقفيله صعبه، وامن والدنيا. كابتن مدحت كلمني قال لي انت هتاخد كاميرا هاندي كام وهتخش الملعب تصور لنا هايلايتس من الماتش وتعمل لي لقاءات بعد الماتش. ربنا كرمني، حتى انا فاكر حسين ياسر محمدي جاب جون في الماتش ده. كان الاهلي ومين؟ الاهلي والشرطه، اتحاد الشرطه. اتحاد الشرطه. وفعلا دخلت وعملت شغل وبتاع، وكان اول مره اسمي يتقال بقى على القناه. كابتن مدحت طلع شكرني، ومن هنا بدا بقى ان انا عارف ان احمد ده بتاع المواقف الصعبه. كانوا يدوني الهاند كام، روح المطار، روح مش عارف فين، روح فين، لحد ما الدنيا بقى بدات تمشي، بدات تتعرف اتعرف وتعمل شغل كويس. طبعا بشكر كابتن مدحت في غيابه، اكيد هو بصراحه ليه دور ده كبير. الاب الروحي ليا، هو اللي وقف معايا، هو اللي ساندني، هو اللي يعني لحد وقتنا هذا الناس ما بتقولش عليا الا بتاع اللي شغال مع كابتن مدحت شلبي لحد الوقت اللي انا فيه ده. ايوه. فبشكره طبعا من خلالك، واسم حاجه محترمه جميله طبعا. اعلامي كبير كلنا بنتعلم منه طبعا. طيب قول لي بقى اللقاءات اللي انت بتعتز بيها، الحاجات اللي انت سجلتها او صورتها مع نجوم كبار وبتعتز بيها. من اللقاءات كان منتخب مصر بيستعد مع كابتن حسن شحاته لامم افريقيا 2008، وقالوا لي هتطلع تسجل مع المنتخب، فطبعا كان في مصر كان هنا في التدريبات في استاد القرار الفرعي قبل في بدايه اول تجمع تقريبا. ورحت انا فاكر كان سجلت مع كابتن احمد سليمان، كان سيد حمدي وتقريبا كان ابراهيم سعيد، وكان في حد تاني تقريبا كابتن عبد الزهره او حد. فكانت دي اول لقاءات بقى اتذاع ان انا الناس عملت تقرير حلو بقى مع عملت تقرير منتخب حلو مصر. وطبعا يعني من اللقاءات الحلوه بجد، مش عشان كريم حسن شحاته، كان كابتن حسن طبعا في الفتره، انت عارف كابتن حسن 2006 2008 و2010 كان هو الليجند بقى بتاع المدربين في مصر، وكان فمن اللقاءات الحلوه اللي كان الواحد بيحب يسجل معاه، كان يعني كان بيبقى شرف ليك وفي نفس الوقت انفراد ان انت بتسجل مع مدرب المنتخب، مدير مدرب منتخب مصر طبعا واخد بطولات افريقيا، فكان الموضوع بيبقى حلو في الشغل يعني. الماتشات اللي انت كنت بتشتغل بروحين، بتشتغل بتشوف شغلك وبتفكر مع الفرقه اللي انت بتحبها بقى، مش عارف منتخب نادي، وكان لقاء برضه صعب بالنسبه لك وفي عواطف يعني. هقول لك حاجه، اللقاءات اللي مش هنساها، كان الاهلي بيلعب الزمالك في السوبر في الامارات. واضح ان انت اهلاوي. ايه؟ لا انا ما قلتش حاجه لسه بتكلم. واضح. فانا التقسيمه جات لي ان انا معايا فرقه الزمالك بعد الماتش.
فكان مع كان ايه؟ كان يعني بيقسمونا، كنا اتنين مراسلين. فقبل الماتش واحد يقعد يقول حظ جمع الزمالك. وانت اهلاوي. وانا شغال معاهم في المعسكر وبتاع، فجيت يوم الماتش ضربات جزاء والماتش، فانا قاعد اقول يا رب الزمالك يكسب عشان اشتغل، ويا رب الاهلي يكسب عشان افرح. طب اعمل ايه؟ الزمالك كسب في اليوم ده، ويمكن عملت لقاءات حلوه قوي بصراحه. يمكن انا فاكر كان محتار حامد حسام غالي اللي هي اللي راحت وسط الدهشور دي. انا فاكر الماتش ده وعملت لقاءات حلوه بعد الماتش. لكن بصراحه يعني انا احيانا مش بقولها كده مجامله، انا احيانا شغلي بيغلب انتمائي، لان انا عايز اشتغل. فانا احب ان الزمالك يكسب، احب ان بيراميدز يكسب، احب ان الاهلي يكسب عشان شغلي. أيوة. لان انا في الاول وفي الاخر هم هيكسبوا، انا هستفاد ايه؟ فلكن لا وقت الشغل بالعكس، والله العظيم انا جمهور الزمالك بيحبني جدا. لان انا ما يعني عارف علاقتي حلوه الحمد لله معاهم، والناس بتتقبلني، فما بحسبهاش ان هي بقى انتماء، لان انا اهلاوي الاهلي يكسب او الزمالك يخسر او بيراميدز او او. لا، انا اهم حاجه عندي اللي يكسب اللي هو يساعدني في شغل بس مش فارقة معاك.